ولنقاش ملف مشروع إيران التوسعي في المنطقة في ظل تصريحات أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي عما يعرف بمشروع الحزام الذهبي، ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب الصحفي الأحوازي من ستوكهولم نوري حمزة. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم، مساء الخير. مساء النور. دعا محسن رضائي لبناء ما سماه الحزام الذهبي الإيراني للسيطرة على الشرق الأوسط. ما الجديد في هذا المشروع بالتسمية الجديدة أمام كل الجهود الإيرانية في المنطقة منذ 10 سنوات؟ الجديد في هذا الموضوع هو التسمية بالدرجة الأولى، تغيير اسم المشروع من تصدير الثورة وتسميات أخرى، تحرير القدس، تحرير فلسطين وإلى آخره، وفي باطنه وفي الواقع هو المحاولات إيران المستمرة لهدم البنية الاجتماعية للدول العربية المحيطة بإيران، خاصة في غرب إيران، ونعني بها العراق وسوريا ولبنان وهكذا الدول الأخرى أيضا معددة. فهذا المشروع مستمر، كان تاريخيا إيران تطمح أن تريد أن تصل إلى البحر الأبيض المتوسط، تم إعادته خلال 100 سنة الماضية، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية بواسطة محمد رضا بهلوي شاه إيران، وتم إعداده بموافقة ومباركة غربية. فإلى ذلك إيران بنت مؤسساتها بداء في لبنان منذ ذلك الحين في عهد حكم محمد رضا بهلوي، بإرسال الشخص المعروف في لبنان كان وهو موسى الصدر، بنى ميليشيات لبنانية هناك وجند الشيعة في لبنان واستخدمهم في إطار هذا المشروع. ناهيك عن عمل الساذج المخابرات الإيرانية في حينها، ويتحدثون في كتب موجودة تتحدث عن الموضوع هذا، حيث يتحدث يقول أحد أكبر زعامات الساذج الإيراني المخابرات الإيرانية في عهد الشاه أن المد القوم العربي الناصري طالما وصل إلى لبنان يجب مجابهة هذا المشروع العربي بخلق كيانات مختلفة تختلف مع البيئة اللبنانية والدولة اللبنانية. فبدأوا بإنشاء ميليشيات حركة المستضعفين، ومن ثم استخرجوا من عندها حركة أمل، وفي الثمانينيات استخرجوا من عندها منها حزب الله. فهذا المشروع بدأ عمليا بعد الحرب العالمية الثانية، ما جاء به رضائي في الواقع استكمالا لما قام به محمد رضا بهلوي وهكذا جميع مسؤولين ورؤساء إيران الماضيين. رضائي بين قوسين يحضر نفسه للانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة المزمع إجراءها في حزيران القادم، فإلى ذلك هو اليوم يصدح بهذا الشعار القومي التوسعي على حساب شعوب المنطقة. فالجديد بالمشروع في الواقع هو إعادة الطاقة. رضائي يطالب بالمزيد من الميزانية، بمعنى آخر يطالب بالمزيد من هدم المجتمعات العربية المحيطة. نعم. فإذا هدموا حلب وهكذا الموصل ومدن وديار كانت عامرة يوم ما، اليوم يطالبون بهدم عمان في الأردن، ويطالبون باستمرار باقتحام بيروت وتغيير بيئة بيروت. كل هذا في إطار المشروع ما يسمى بحزام الشر وليس الحزام الذهبي. سيد نوري، في هذا السياق وبالحديث عن هذا التوسع في أكثر من دولة عربية، كيف يمكن قراءة توقيت الإعلان عن هذا المشروع، مشروع الحزام الذهبي الإيراني كما وصفه رضائي، والمنطقة تمر بتحديات كبيرة قبيل تعيين الرئيس الأمريكي وقبيل ترتيب أوراق المصالحة الخليجية بين الأشقاء؟ في بداية الحديث في سؤالكم الأولى أشرت أن هذا المشروع كان بمباركة غربية قامت به إيران بعد الحرب العالمية الثانية بشكل عملي. فاليوم أيضا الجانب الإيراني والإدارة الإيرانية تطمح بتغطية من قبل الديمقراطيين في البيت الأبيض. التغيير الذي حدث في واشنطن يهم إيران كثيرا كثيرا أكثر مما يهم الدول الأخرى، حيث
أن الديمقراطيين كانوا خلال السنوات الماضية هم الذين مهدوا الطريق لإيران للتمدد في الدول العربية. أتذكر جيدا حين قرأت مقابلة باراك أوباما في دورته الثانية في مع مجلة بوليتيكو الأمريكية، وتحدث بالحرف الواحد وأعطى الضوء الأخضر للحرس الثوري الإيراني باحتلال اليمن، وتم احتلال اليمن. فالتوغيد جاء تزامنا مع عودة الديمقراطيين مع الولاية الثالثة لأوباما تحت مسمى ولاية بايدن في الواقع، فهم طامحين بولاية ثالثة بوجود أوباما خلف هذه الإدارة أن يتمددوا ويترسخوا أكثر بالدول الجوار العربي على حساب الجغرافيا العربية والشعوب العربية ودولها، فهذا ما يطمحون به في الوقت. لكن رغم كل هذا وربما الارتياح الإيراني للإدارة الأمريكية الجديدة، ما تزال العقوبات مستمرة على إيران، كان آخرها عقوبات على مؤسسات تابعة لخامنئي. نتحدث عن هذه العقوبات ومدى نجاعتها في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب الحالية. تحاول إدارة ترامب في آخر أيامها أن تكشف المزيد من الأوراق، ومنها إضافة أسبق العقوبات، منها إدارة ترامب نشرت مستندات كثيرة موثقة بيد المخابرات الأمريكية والدوائر المختلفة المعنية بتواجد أسامة بن لادن في إيران في زمننا، وبتواجد أيمن الظواهري في الوقت الحالي في إيران، وزعامات وقادات القاعدة وغيرها وغيرها. كل هذا وكل ما تعمله من العقوبات وغيرها لهذه الإدارة تحاول أن تفرض ما يمكن فرضه على الإدارة القادمة في البيت الأبيض، وحتى أنه لا تتعامل برخاء وبشكل ما مع النظام في طهران، حيث بنفس الوقت الإيرانيين طامحين أكثر من ذلك. واليوم تحدث رئيس الأركان الإيرانية وقال بالحرف الواحد نحن سوف نعيد إلى أن سوف نستعيد قواتنا البحرية إلى البحر الأحمر، وهذا يعني أن هناك مؤشرات خطيرة تحدث في المنطقة. بينما هناك أيضا تحاول الإدارة الموجودة حاليا إدارة ترامب تحاول أن تفرض على الإدارة القادمة أن هناك مخاطر إيران أكبر من ذلك، ودخل الساحة خلال الأيام الماضية الثلاث أيام الماضية هنري كيسنجر الزعيم الكبير الدبلوماسي الكبير الأمريكي من أصل يهودي، وتحدث قال بالحرف الواحد أنه على إدارة بايدن أن لا تسترخي أمام إيران، وأن لا تعود للمفاوضات النووية، لا تعود بالاتفاق النووي السابق بشكله السابق، ما يعني أن الأطراف اللوبيات اليهودية في الولايات المتحدة والعديد التي لديها مصالح بالمنطقة تحاول التأثير على الإدارة القادمة كي لا تتعامل مع إيران كما تعامل أوباما، ولكن هناك شكوك في هذا الموضوع. شكرا. ولهذا نرى الإيرانيين طامحين أكثر من ذلك ويريدون أن يهيمنوا على المنطقة بحزام الشر. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الأحوازي نورية حمزة، حدثتنا عبر سكايب من ستوكهولم.